السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 13 حالات المادة، القسم 4 الأجسام الصلبة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. بتقرأ المسألة مرة 2-3-4، بتحددها من أي درس، بتلخصها لمعطيات ومطالب الرموز المناسبة. غالبا ما يستخدمون بناؤول جسور مسامير بحجم أكبر من حجم الثقب الذي تدخل فيه عند صنع مفاصل التثبيت. هي معلومة للي يصير مهندس. يبرد المسمار قبل وضعه في الثقب. افترض أن البناء قام بعمل ثقب قطره لمسمار معدني، هذه الثقب لمسمار معدني قطره، بأي درجة حرارة يجب أن يبرد المسمار ليناسب الثقب؟ بدرجة حرارة 20 درجة سيليزية. يعني L1 هي طول نصف قطر أو قطر المسمار 1.2250 في الدرجة 20، لازم يبردوا حتى يصير قطره مساويا لقطر الثقب اللي هو 1.2230 سنتيمتر، كله عاطيك إياه بالسنتيمتر، نتأكد بالإنجليزي إذن بالسنتيمتر. بده بأي درجة حرارة يجب أن يتم تبريد المسمار؟ يعني بدك T2. ما تعرفت تلخص المسألة لمعطيات ومطالب بالشكل الصحيح هتحل صح. هنستخدم المعادلة هذه، دلتا L التغير في الطول تساوي ألفا معامل التمدد الطولي، L1 الطول الأصلي، دلتا T التغير في درجة الحرارة. مطلوب عندك T2، إذن بدك تحسب دلتا T وتساوي دلتا L على ألفا في L1. أنا حسب دلتا T في الأول طلعت عندي سالب 136.1 درجة سيليزية. بستخدم المعادلة إنه دلتا T عبارة عن T2 ناقص T1 وتساوي لهذه القيمة، لأن احنا بدنا T2، بنرتب المعادلة T2 وتساوي لسالب لعشرين لسالب سالب T1 هذه، وتبتجي على الطرف اليمين بتغير إشارتها بتصير بالموجب، لذلك صارت هنا سالب 136.1، معناتها درجة الحرارة التي يجب أن يبرد المسمار ليناسب الثقب هي سالب 111.1 درجة سيليزية. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.